السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي. في الفيديو سنريكم كيفية عمل موقع لبيع المجوهرات والإكسسوارات. بداية تحتاج لامتلاك موقع إلكتروني، ونحن ننصحك بالذهاب إلى موقعنا greenbackend.com أو شركة greenbackend للحلول الشاملة، وهناك بإمكانك الذهاب إلى المتجر، وهنا تستطيع الذهاب إلى ووردبريس هوستينج، ونحن ننصح باستخدام الباقة ووردبريس بيزنس جيكو برو أو باقة الووردبريس أنليميتد برو لضمان أن يكون متجرك يعمل على مدار الساعة طولة السنة ويحوي على نسخ احتياطي يومي أوتوماتيكي. تعمل أوردر ناو وتحجز المتجر أو الموقع الخاص بك وتفتح صفحة ووردبريس بهذا الشكل. طبعا يوجد لدينا عشرات الثيمات التي يمكنك الاطلاع عليها من خلال موقع myweb.ps، وبإمكاننا أن نركب أي من هذه الثيمات لك مع إعطائك لاستضافة ودومين وثيم زائد تصميم شعار ودعم فني مع دورة في الووردبريس ودورة في التسويق بسعر $300 فقط. هذه هي النماذج المتاحة، ويوجد أيضا نماذج غير مدرجة على الموقع. بإمكانك أن تخبرنا، تتواصل معنا عن نوع الموقع الخاص بك، ونحن بدورنا سنعطيك أفضل خيار لشكل الموقع الذي يناسب فكرتك. بعد الحجز تذهب إلى الموقع الخاص بك Appearance، وهنا يمكنك اختيار الثيم واختيار أي من الثيمات الموجودة هنا من خلال رفع الثيم. تقوم بعمل أبلود للثيم أو اختيار أحد الثيمات الموجودة ضمن القوالب الجاهزة. فبتعمل أبلود، تختار الملف، راح نركب ثيم اسمها Diamond ثيم Diamond Store، بنعمل أبلود وبعدين نعمل اكتيفيت للثيم. طبعا اول ما تعمل اكتيفيت للثيم طلع الثيم اشتغلت، ففي هنا بعض البلجنز مطلوب انك تنزلها. بنعمل هنا بيجن انستولينج، او في انك كبسه هنا اسمها انستول بلجنز، بنعمل بيجن، بختار كل البلجنز الموجودات، بعدين بنعملها انستول. طبعا عملية التنزيل تأخذ بعض الوقت عبما تتحمل كل الملفات والنماذج الموجودة. ممتاز جدا. فالآن بعد ما انتظرنا عدة دقائق بنلاحظ انه تم تحميل كل الاضافات. برجع هنا للداشبورد، بكبس return to dashboard، وبرجع على appearance على الداشبورد. في عنا صفحة plugins، بروح على stored plugins، بلاحظ انه كل البلاجنز اللي تم الاشارة اليها تم تحميلها بنجاح. طبعا الان بعطيني فوق انستول ووردبريس ادمن، بحمل الووردبريس ووكوميرس ادمن اللي هو عبارة عن انترفيس سريع للتحكم ورؤية الطلبات ومعالجتها، بعملها تحميل، تم ادراجه في النسخة الخامسة من ووردبريس. في عندي هنا ووكوميرس settings and configuration، بعمل run the setup wizard، ولما اعمل run ل setup wizard بخدنا على صفحة من خلالها بقدر ابلش في معالجة الموقع. فبنختار هنا الدولة، بختار العنوان، وبختار الكرنسي دي على سبيل المثال، بعمل اني راح ابيع منتجات عينية وديجيتال، بعمل let's go، اختار من الادرس، بدخل ادرس، بعمل let's go.
طبعا بطلب مني للدفع، بعمل كونتينيو. لاحقا ممكن نرجع نضبط إعدادات الدفع، بس على الأقل في البداية بنفعل الخيار الافتراضي اللي هو PayPal، وبنختار الشحن. طبعا 20، اختار 20 كيلوغرام وسنتيمتر. ممكن أيضا لاحقا نظبط هاي الإعدادات، راح نستخدم كل هاي الإعدادات بما يتعلق بالفيسبوك، بيكسل، الميل تشين، بالووو كوميرس، ادمن بنضيفها. هاي طبعا خيارات. جيت باك مش راح نستخدمه، فعشان هيك راح اعمل سكيب ذس ستيب. والان احنا بنكون انتهينا من عملية التنصيب، بقدر ارجع على الداشبورد واكون قمت بعمل الاعدادات اللازمة. طبعا في عندي ثيم الموجودة، في عندك الصفحة الرئيسية اللي بتعمل فيزيت ستور، راح تشوف انه في عندك موقع بهذا الشكل، سامبل بيج، كارت، تشيك اوت، لوجو، التفاصيل الثانية. في عندنا هنا في ضمن الاعدادات الثيمز، في عندنا شو اسمه تي ام ثيم سيتنجز، بروح عليها. طبعا في عندي شو اسمه كونتنت، وفي عندي جنرال. طبعا هاي اعدادات الثيم او اعدادات التصميم اللي عندك. هلا دائما في اي ثيم بكون في عندي اعدادات افتراضية انا ممكن استوردها. ففي عندك ايش اسمه سيد برود، في ايش اسمه ثيمز. طبعا هاي لها علاقة باللود، اللود او المينتنس مود الخاص بالموقع اذا بتكون نازل عندك. في عندك هنا خيار ايش اسمه تولز، في تولز امبورت، في هنا اكسبورت ويدجت امبورتر ان اكسبورتر، في عندك هنا امبورت. تروح خيار الامبورت، في هنا لايف جورنال، كاتيجوريز، ار اس اس، ووكوميرس، ووردبريس امبورتر. شغل ووردبريس امبورتر، بروح بختار فايل. في عندي هنا سامبل داتا، ففي عندي سامبل داتا، في عندي اكثر من ملف موجود. ودائما في اي ثيم بكون في ملف اسمه دوكيومنتيشن، فلما تيجي على الدوكيومنتيشن في عندك ايش اسمه ثيم انستوليشن، في ثيم فريم ورك اللي هو الملف المبني عليه الاعدادات. لما تيجي على الانستوليشن احنا طبعا مشينا في الخطوات، نزلنا البلاجينز المطلوبة، رفعنا الثيم، اخترنا الثيم الموجودة، قمنا بتنزيل كل البلاجينز اللي شفناها. في عنا ايش اسمه ريفولوشن سلايدر، في نقدر نعمل امبورت للسلايدر على الموقع، تعمل امبورت. اوكي، بعدين في عنا في الووكوميرس في ايش اسمه برودكت، لازم نحدد الشوب بيج ونعملها سيف. في عنا في تشيك اوت بحدد الكارت والتشيك اوت والتيرمز اند كونديشن، وبعمل هنا البيمنت ميثودز ديسكفر وباي بال وفيزا. بعدين في عندي في الشيبينج بقدر اعمل انيبل شيبينج وادخل التفاصيل الاخرى الخاصه بالشيبينج، بالاضافه للاكونتس اللي ممكن تفعل التسجيل من خلال الموقع. وفي عندك برضو في صفحه الشوب سايد بار في داخل الويدجت ارياز تقدر تفعل هاي الخاصيه. فخلينا نمشي، احنا بدناش نفعل كل الخصائص، بدنا نعمل استيراد للسامبل ديتا من خلال تولز. نروح على امبورت، نروح على ووردبريس، نختار الديمو ووردبريس داتا، ونختار اليوزر ونفعل الداتا. هيك بنكون احنا استوردنا البيانات. بعدين نروح على الشوب كونفيجريشن، تروح على الووكوميرس وبتضبط البرودكت ايميجز، بتضبط الابعاد الخاصه بالاحجام وما الى ذلك. فما بدنا نبعد كثير، بنروح اول اشي على الاعدادات الموجوده عندنا في الموقع. بنعمل نروح على الداشبورد، دائما نروح على الداشبورد. في الداشبورد في عندك هنا سلايدر ريفولوشن، تروح على سلايدر ريفولوشن. في عندك خاصية اسمها امبورت، في ضمن الخصائص في امبورت تبحث عنها، امبورت سلايدر، تختار الفايل، تروح على السامبل داتا. في عندك ملف اللي هو هوم سلايدر، نعمل له
import للسلايدر بحيث انه استورد هذا السلايدر يكون عندي من ضمن السلايدرز اللي موجودات في الموقع. فهذه الخطوة الاولى، نستورد السلايدر خاص بموقع المجوهرات اي سلايدر. اثنين، بروح على الاداة اللي استخدمها tools، في عندك import بروح عليها، بروح على الووردبريس امبورتر بعمل له رن. ومن الرن بروح على التولز بختار ال XML فايل الموجود عندي هنا، بعمل له ابلود فايل اند امبورت، اختار اليوزر اللي هو ادمن، بعمل داونلود and import attachments، بختار اليوزر طبعا اللي هو اللي انا داخل فيه الان، وبعمل submit. بعد خطوة، اي خطوة فيها استيراد وتصدير وامبورت وتفعيل ممكن تاخذ عدة دقائق، فبدك تكون صبور شوي، ما تسكر الصفحة الا منها تنتهي عملية الاستيراد الخاصة بالملفات بنجاح. فالآن بنلاحظ انه تمت عملية الاستيراد، كل شيء تمام. بعدها بروح على ويدجت امبورتر اند اكسبورتر، في خصائص هنا، بروح على امبورت ويدجت، بختار هاي الويدجت امبورت من ضمن الخيارات، طبعا بحكي لي انه امبورتد. ممتاز، بروح على الويدجت، بقدر اشوف انه في عندي ويدجت اوريدي ادد على الموقع. الان بظبط اعدادات الووكوميرس، بروح على السيتنجز، بروح على الاعدادات، في عندي برودكتس، تلاحظ ان الصفحة هي شوب، خليها شوب. بعدين بروح على الشيبينج، تأكد ان في عندي شيبينج، تمام. بيمنتس، تأكد ان في عندي طرق دفع، فيني هنا باي بال تشيك اوت، بقدر اضيف مثلا كاش اند دليفري، لاحق انا اطفيها يعني، بس تفعيل مؤقت. اكونت اند برايفسي، بروح على اكونت برايفسي، طلع في عندي هنا صفحة برايفسي. في عندي ان اقدر اسمح باليوزر انهم يسجلوا على حساباتهم، فين الو كاستمر، allow customer to create account، allow customer to create an account page. هاي بخلي الاعدادات الموجودة. بالنسبة للايميلز والادفانس settings، بلاحظ انه في عندي صفحة الكارت، check out، terms and condition، في عندي هنا صفحة اسمها terms and condition، باقي الصفحات تأكد انها موجودة بهذا الشكل. اثنين، بروح على السيتنجز الخاصة في الموقع، في عندي اعدادات الموقع جنرال، في عندي اللغة الخاصة بالموقع، اقدر اضبط الكتابة، تاج لاين خاص بموقع، الرابط HTTPS، بقدر اسمح بالتسجيل من هنا، واعمل سيف. لازم تعمل هالخيار. بعد ما تعمل الخيار، في عندك هنا ريدنج القراءة، بختار صفحة الرئيسية، في عندي اكثر من صفحة رئيسية، فبقدر اروح هنا شوف في عندي اكثر من صفحة، في هوم اختار صفحة الهوم، صفحة المقالات بقدر اختار من ضمن صفحة البلوج اللي هي فول ويدث، ونعمل سيف. هيك انت ضبطت الصفحة الرئيسية على الهوم، وعملت صفحة المدونة. تقدر تروح على الفيزيت سايت، من
نقدر نشوف الآن احنا في الصفحة الرئيسية، هاي سلايدر اشتغل عندي، هاي المنتجات الافتراضية برضو موجودة. بهذا الشكل، شكل جميل جدا. نلاحظ المنتجات موجودة بشكل أكثر من رائع. فهيك أنت بتكون ضبطت الموقع بشكل جميل وأكثر من رائع. تمام، الخطوة التالية بالنسبة للعمل على الموقع، دائما بدك يعني تأخذ نسخة احتياطية من الشغل اللي عندك. طبعا احنا شرحنا في دروس سابقة كيف ممكن تعمل نسخة احتياطية من الموقع، بحيث انك تحفظ كل الشغل اللي تم، بدل ما ترد تعيد الشغل من اول، ممكن انك ببساطة جدا تحفظ نسخة احتياطية. فعشان تحفظ نسخة احتياطية لازم تروح على لوحة التحكم الخاصة في الموقع الخاص بك، وبعد ما تروح على لوحة التحكم بإمكانك تعمل إشي اسمه تايم لاين باك اب، من خلاله تحفظ نسخة احتياطية من العمل اللي خاص بالموقع. طبعا النسخة الاحتياطية في أكثر من طريقة دائما لأخذ نسخ احتياطية، ونحن بننصح دائما إن لما تيجي تاخذ نسخة احتياطية طبعا تكون بعملها من خلال استخدام التايم لاين باك اب. طبعا التايم لاين باك اب عشان تدخل عليه يعني بيلزمك اولا واخيرا بيلزمك تدخل على لوحة التحكم من خلال الموقع الالكتروني. تدخل على لوحة التحكم، ومن خلال لوحة التحكم بتعمل سناب شوت للموقع. وهي الميزة كما ذكرنا سابقا في دروس اخرى، ان هاي الميزة مش متاحة في جميع باقات الاستضافة، فبدك تدخل على لوحة الاستضافة الخاصة بك، من خلالها بإمكانك تعمل أو تستخدم مثل هاي الباقة. فبتقدر تدخل على لوحة التحكم الخاصة فيك، بتروح على المانج، في عندك إشي اسمه تايم لاين باك اب، بروح عليها، وبعد ما أروح على تايم لاين باك اب باخذ سناب شوت من الداتابيس، تيك سناب شوت، بنتظر بعد دقائق قبل ما يتم اخذ سناب شوت، وبنفس الوقت باخذ سناب شوت من الويب سايت الموقع، ملفات الموقع، بحيث انه لا سمح الله صار اشكال على الموقع اقدر اروح على سناب شوت او النسخ القديمة من الموقع واعملها ارجاع. فهي خطوة ضرورية جدا لازم تعملها قبل ما تنتقل لاي خطوة من الخطوات القادمة في العمل على الموقع وتعريب الموقع واضافة اكثر من لغة وما الى ذلك. ممتاز جدا. فالان اخذنا سناب شوت ايضا على مستوى الويب، ونقدر الان نستأنف باكمال الخطوة التالية. فالان بنروح على الموقع الرئيسي الموجود عندنا، ونقدر نباشر في عملية تعريب واضافة اللغات للموقع. طبعا اي موقع يلزمك ان تعرف ما هي اللغات التي تريد ان تستخدمها في هذا الموقع. يعني على سبيل المثال لغة واحدة، لغتين، ثلاث لغات، حسب عدد اللغات المطلوبة. وبشكل عام يعني معظم المواقع التي تعمل في الوسط العربي تحتاج أن تكون تحتوي على اللغة العربية بشكل رئيسي، وبعض المواقع تحتوي على اللغة الإنجليزية. فضروري جدا نعرف اللي هي اللغة المطلوبة، وضروري جدا أن تعرف ما المطلوب منك فيما يتعلق باللغة. هل أحتاج أن أعرب، أم سيساعدني الموقع أو صاحب الموقع في التعريب، أو في مثلا في بعض المواقع باللغة الفرنسية. فلازمك تعرف ما هي اللغة التي تريد التعامل معها. فلذلك سنذهب إلى البلاجينز هنا ونعمل Add New، تمام، ونقوم بتحميل إضافة من الإضافات اسمها فايل مانجر. فايل نبحث عنها، اسمها فايل مانجر، نكتب فايل
في هنا شيء اسمه Advanced File Manager، في هنا اسمه File Manager. بحمل انا الفايل مانجر، بعمل له تحميل او تنزيل. طبعا الفايل مانجر هو عبارة عن وسيلة من خلالها بقدر اتحكم في الملفات وارفع ملفات وفايلات على النظام الخاص فيه. واذا برجع كمان مرة بعد ما ننزل الفايل مانجر بطلع فينا هنا اسمه WP File Manager ممكن استخدمه. برجع add new كمان مرة، بنزل اشي اسمه Classic Editor اللي هو محرر الكلاسيكي للووردبريس. نحن بنحبر نستخدمه لانه اقوى واسهل في التعامل في مواقع الووردبريس. يحب انك تستخدم الاصدار الكلاسيكي من الاديتور. بعدها بتروح على موقع اسمه wpml.org، wpml.org موجود. طبعا ايش ال wpml؟ ال wpml هو عبارة عن بلاجن من خلاله بتقدر تضيف اكثر من لغة على الموقع. موقعك بيكون يدعم جميع المتاجر الإلكترونية، سلايدر ريفولوشن، فيجوال كومبوزر، بيدعم محررات البحث من والترجمة من ماي جينجو اون ذا جينجو سيستم. في فيتشرز يعني صراحة كثير، بنصحكم انه تقتنوا هاي النسخة لانها بتدعم ترجمة بشكل احترافي لمختلف المواقع، انك تعمل موقع يدعم اكثر من لغة بشكل قوي جدا. طبعا ممكن انك تشتري رخصة خاصة فيهم مقابل ماتلينجوال 159 دولار ببعوك اياها. هاي الاصدار بتكون لمدة سنة، او ممكن انك تيجي تشتري النسخة من عندنا خلال جرين باك اند. اذا بتروح على يعني الموقع عندنا في عنا ايش اسمه ستور، في براوز اول، تروح على براوز اول او استكشاف الكل. في عندك ايش اسمه ادونز، تبعث هنا في الادونز تختار خيار الادونز. ضمن الادونز في عنا اللي هو WPML License and Installation، يعني احنا بنركب لك رخصة مدى الحياة لموقعك. مفيش حاجة تقعد تدفع 159 دولار سنوي، لا، هنركب لك رخصة مدى الحياة WPML زائد بننزل لك اياها ومنضبط لك الاعدادات لاكثر من لغة فقط ب 200 دولار. فهذا خيار يعني ضفناها. اذا انت حابب تنزلها وتجربها بنفسك بتقدر تشتريها من موقع WPML 159 دولار، كل سنة بتدفع 159، فيعني بسنتين راح تدفع 360 دولار. احنا بنوفر لك مدى الحياة فقط 200 دولار. طبعا كيف هي ان احنا رخصة انتربرايز بنستخدمها لجميع مواقعنا. فالحل عندك، ايش بدك انت حر، يعني الخيار برجع لك. ما بقدر اجبر الزبون يجي يشتري من عندي، وبس بعطيهم اكثر من خيار دائما عشان يقدروا يستفيدوا. فبتروح انت على WPML تعمل تسجيل دخول، تشتري بلجن، او احنا مشترك يوم ركب لك الرخصة ما في مشكلة. بتروح على الفايل مانجر. هلا في داخل الفايل مانجر عشان نضيف اكثر من لغة في عدة ملفات لازم نركبها. واحنا هنا في عنا تقريبا حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ملفات، 9 فولدرات جمعناهم داخل فولدر واحد اسمه دبل بي ام ال. عشان نركب الدبل بي ام ال بنروح على الفايل مانجر، بنروح على فولدر اسمه دبل بي كونتنت، نفتح دبل بي كونتنت طبعا، بنروح على فولدر اسمه بلجنز. داخل البلجنز بنعمل ابلود للفولدر الخاص بتعدد اللغات. في عنا خيار هنا ابلود فايل، بقدر اسحب انا دراج دروب لل WPML في هذا المكان، نعمل ابلود. طبعا ملف حجمه كبير 14 ميجا، في كثير ملفات، يعني تحكي عن حوالي، تقدر تشوف من هنا كم ملف موجود. اوبس عفوا، نحكي عن حوالي 5400 ملف، 5400 ملف. ف 5400 ملف احنا رفعناهم هنا، بنعملهم اكستراكت. فبعمله اكستراكت هير، يس. فبتاخذ عملية الاكستراكشن بعض الوقت عشان تقوم بعملية تنزيل الـ WPML
على الموقع وتسمح بتعدد اللغات. فالخطوات يعني بدك ترفع ملف 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 بتاخذ وقت منك كبير، بس احنا جمعناهم كلهم في فولدر واحد وبعدين رفعناهم كلياتهم من على السيرفر. بعد ما نرفعهم على السيرفر طبعا بنروح على الموقع ديالنا بلجنز انستول بلجنز، بنشوف الملفات اللي مش اكتف ادفانس ان اكتف فايلز. اول شيء بفعله هو دبل بي ان المالتي لينجوال سي ام اس، بعمله اكتيفيت الخيار الاول. وبعد ما عمله اكتيفيت طبعا بطلب مني اروح عليه دبل بي ام ال، في هنا كونفيجر دبل بي ام ال كبسه فوق كونفيجر دبل بي ام ال، بعمل كونفيجر للدبل بي ام ال الخيار الاول. وبعدها بنمشي في الستبس، نعمل اختار هنا لغه انجليزيه اللي هي لغه افتراضيه للموقع لغه انجليزيه، بختار ايضا بدي اللغه العبريه واللغه العربيه، بعمل نيكست. تقدر تختار اي لغه ثانيه اذا حاب الموقع يكون بثلاث لغات او اكثر نفس الطريقه. نختار الكبسه هنا، بعمل اد لانجويج سويتشر اللي هو مغير محرر اكواد، بختار القائمه الرئيسيه اللي هي منيو، بختار اخر عنصر دروب داون، نختار اللانجوج بهذا الشكل، بشيل الفلاج بدون فلاج لا يفضل تحط اعلام يعني في اللغه، نعمل سيف. هيك احنا بنضيف اللغه على اللانجوج سويتش عشان نغير اللغه الخاصه بالموقع. تقدر تضيف ايضا ويدجت للموقع فوتر وكذا، مش راح نعمل ذلك، نعمل نيكست. نمشي في الاجراء التالي هي كومباتيبلتي، مش راح نعمل انفورميشن على الاليرتس وهاي الامور، نعمل نيكست. نروح على السايت كي، عشان تعمل السايت كي بتعمل ريجستر، وفي عنا هنا كبسة اسمها جريت سايت كي، لازم تكون عامل دخول على الموقع. عملنا كي، بنسخ هذا الكي وبعدها بعمل لصق لهذا الكي هنا. طبعا هاي الرخصة احنا بنشتري لك اياها اذا انت مشترك من الخدمة اللي حكينا لكم عنها، لكن اذا بدك يعني الكي كل موقع له كي، ما ينفعش تستخدم هذا الكي وتاخده عندك يعني ما راح يزبط. فهيك احنا بنكون ضفنا اكثر من لغة. طبعا البلجنز الثانية المطلوبات ننزلها، بننزل دبل بي ام ترانسليشن مانجمنت، كلهم نازلات عندنا يعني. نروح هنا على في عندي ضمن الخيارات البلجنز، بروح على بلجنز انستول بلجنز، وبنزل شوي عن الانكتيف بلجنز بعملهم تفعيل. اختار هنا اكتيفيت، نعملهم تفعيل كلياتهم. طبعا احنا عملنا ريجستريشن او تسجيل للبلجن اللي هو دبل بي ام ال، فما راح نحتاج انه نسجل اي من البلجنز الموجودات. الان في عندنا بلجن اسمه دبل بي ام ال سيو مالتي لينجوال اللي هو خاص باليوست، يعني يفضل انك ايضا تنزله، تكتب هذا عنه هنا يوست مالتي لينجوال، اختار نعمل داون اكتيفيت افتر داونلود، بننزل اليوست مالتي لينجوال بنعمل تفعيل. في شيء اسمه تول سيت بيلزمناش نستخدمه، ما بيلزم تول سيت. لاحظ الان بعمل اكتيفيتنج، تاخذ بعض الوقت، وبعد الموقع بيكون جاهز كموقع مالتي لينجوال اكتيفيتد. ممتاز. دائما تروح على الداشبورد على الهوم، اوكي، فينا هنا
الووكوميرس ستور مثلا، وبعمل سكيب حاليا بروح على ست ميديا لانجويجز. في فوق عندي كبسة اسمها ست ميديا لانجويجز، بكبس عليها، بعمل ستارت، بعدين بنتظر بعض الوقت قبل ما تخلص عملية الترجمة الخاصة في الموقع الخاص فيه. تقدر تخلي هاي الصفحة فاتحة وتفتح صفحة ثانية تشوف إعداد آخر. طبعا جدير بالذكر ان الدبل بي ام ال نوعا ما ثقيل على الموقع، يعني مش يعني لازم تكون استضافة قوية عشان تقدر تنزل الدبل بي ام ال عندك. ف في هنا خيار آخر اللي هو الووكوميرس، تلاحظ ووكوميرس مالتي لينجوال، بكبس عليه ووكوميرس، ووكوميرس مالتي لينجوال، بختار الخيار. طبعا هنا المنتجات الموجودة عندي في عدة لغات، تقدر تضيف هاي المنتجات في عدة لغات. الأصناف نفس الشي، تدخل على الكاتيجوريز و يعني تظبط الأصناف، أسامي الأصناف عندك ب ب بعدة لغات في ضمن الكاتيجوريز. نفس الشي التاجز، الاتريبيوتس، بالنسبة لتعدد العملات ممكن أيضا من خلال هاي الصفحة تتحكم بتعدد اللغات. بتقدر تضيف أكثر من عملة من خلال enable للمالتي كرنسي من خلال هاي الصفحة. فهيك انت بتكون تقريبا جهزت المتجر اللي عندك بأكثر من لغة. صف الخطوة التالية انك تشتغل تباشر بالعمل على المتجر وتضبط الإعدادات الرئيسية الخاصة بالمتجر. نحن دخلنا على الموقع، هاي الموقع زي ما انتم شايفين، في عندي هاي المنيو الرئيسية. بدنا نضيف أكثر من بدنا نضيف صفحة مثلا يكون لها لغتين، بقدر أجي هنا بيج وأضيف أعمل صفحة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. مثلا بقدر أجي أعمل صفحة اسمها R2، هاي مثلا سميها English، هاي الصفحة English، أعملها Publish، صفحة اسمها R2 المحتوى تبعها English. بقدر أجي أضيف ترجمة لهاي الصفحة وأضيف لها صفحة بالعربي، لكن تلاحظ الاسم هنا البيرمالينك، شوف كيف جاي. فيفضل انك تروح على الاعدادات الخاصة بالموقع، في هنا سيتنجز، في هنا اسمه بيرمالينكس، بفتح البيرمالينكس وبضبط الاعدادات الخاصة بالبيرمالينكس بحيث انها تكون حسب البوست نيم مش حسب النيم او البلين، حسب البوست نيم. وبعمل سيف، بعدين برجع للصفحة اللي عملتها آخر شيء، all pages، صفحة سميناها R2. نقدر نرتب الصفحات حسب آخر صفحة تم عملها اليوم. أعمل هنا edit by date، هاي الصفحة اسمها R2. بتلاحظ هاي الصفحة موجودة فقط بالإنجليزي، مش موجودة لا بالعربي ولا بالعبري. أقدر أدخل edit عليها، إدت على الصفحة، وهنا بقدر أضيف ترجمة لهذه الصفحة بالعبري وبالعربي. فممكن أجي هنا أختار هذا الخيار وأعمل دوبليكيت. لاحظ الرابط R2. لما نيجي نعمل نسخة عربية ونسخة عبرية من الصفحة، بصير عندي R2 فور سلاش مثلا AR او IR فور سلاش R2. هلا بتشوفوا كيف الطريقة. هلا الان انا صار عندي ترجمات لهي الصفحة، فاذا بتنزل تحت في عندك language of this page، في translations show in the Arabic duplicate English Hebrew duplicate. بقدر ادخل edit، كبسة هنا، كبس edit control، اكبس على الكبسة عشان تفتح في تبويب جديد. فدخلت الان على اللغة، طلع اللغة هنا عربي، ممكن اكتب هنا كلمة
كلمة عفوا حول لغة عربي واعمل update وفي الصفحة اللي في العبري ممكن اكتب HW مثلا. اوبس اختار HW. فأنا ترجمت كل صفحة بشكل مستقل. هاي الصفحة HW، هاي الصفحة فيها كلمة عربي، هاي الصفحة فيها كلمة انجلش. فبتفتح هاي الصفحة الديفولت، بعطيني هنا not found. طبعا ليش بعطيني not found؟ لانه دائما لما تفتح اي صفحة من الصفحات هاي اللي احنا بنتعامل فيها، بدك تحرص انه في الاعدادات الخاصة بال WPML هنا مروح على languages، بدك تحرص انه الاعداد الخاص باللغة اعداد صحيح. كيف ممكن تتأكد؟ ممكن تستخدم different languages in directories، اللي هو for slash ar for slash an او hw مثلا. هذا الخيار ضروري جدا تعمل هذا الخيار عشان يتأكد من الاعداد هذا. وبعدين تروح على البيرملينكس السيتنجز على البيرملينكس، ومن خلالها تختار بوست نيم، بعدها تعمل سيف عشان تأكد على التعديل اللي انت قمت فيه للتو. فالآن بس نروح على الصفحة اللي اسمها R2، كان اسمها R2، بس افتح هاي الصفحة. بعملها ابديت طبعا، تحت بعملها ابديت. بعد ما نعمل ابديت للصفحة بقدر اكبس عليها واعملها open new، واكبس هنا open new، بحكي لي هنا the requested URL not found in the server. بشوف بالنسبة للصفحات الثانية اللغات الثانية اللي موجودة هنا، reload على الصفحة HER2. نقدر نكبس هنا برضو، بعطيني الخيار التالي. فالحل لهاي الاشكال ببساطة جدا، بدك تروح على الفايل مانجر، تفتح الفايل مانجر وتفتح موقع احمدناصر.com. في حل هنا تكرير لما تضيف دبليو مالتيلينجوال سايت، صار عندك يعني شوية تفاصيل زيادة في الموقع. فبدك تروح على الكود سنيبت الموجود عندنا في احمدناصر.com. في عندك خيار اللي هو fix wordpress exceed 10 internal redirects. بدك تروح تغير لهذا الاعداد. نقدر نعمل كده نسخ للاعداد، بدل هذا الاعداد يكون هذا الاعداد. هذا هو الملف ال htaccess. لو الملف ال htaccess ممكن نوصله، تروح على الفايل مانجر، تروح على البابليك فولدر خاص في الموقع عندك، في ملف اسمه htaccess، نعمل له edit code editor. فبغير هذا الملف للاعدادات التالية، بعمل له سيف. تمام، سيف اند كلوز. فالان اذا بتروح على الموقع، كنا نفتح R2 مثلا، الصفحة كان يعطيني اياها not found. الان بفتح عليها بتطلع ان الصفحة فتحت وبتحتوي على محتوى بالانجلش. كيف ممكن نتنقل بين اللغات لهاي الصفحة؟ في اكثر من طريقة طبعا، من ضمنها اللانجوج سويتشر. نضيف اللانجوج سويتشر على المنيو. طبعا المنيو فيها كثير شغلات، فاحنا ممكن نروح على منيوز، الخيار منيوز في الموقع.
ونلعب في الخيارات، يعني يقدروا عن الخيار الانجليزي انجلش، نصير عندي 3 لغات انجلش عربي هيبرو، بروح الانجلش، في عندي الصفحة اللي هي توب لينكس، بروح المنيو الرئيسية، مش توب لينكس، المنيو الرئيسية بروح عليها، في داخل المنيو الرئيسية في عندي الشوب، في عندي بورتفوليو، في عندي بيجز، في عندي كثير شغلات. اوكي، ف نتأكد ان نروح على فيزيت هوم، شوف ايش بعطينا. برايف فيزيت هوم، في عندك هوم شوب وبيجز، فبتلاحظ هنا عندي هوم شوب بيجز، في عندي هذا الكولوم الموجود عندكم فوق، لما انت تروح لأي صفحة من الصفحات الفرعية مثلا هاي الصفحة تشوف فوق في عندك العناصر هاي ثابتة تقريبا، كولوم 2 كولوم 3 بيج نوت فاوند مور اند سو فورث. هلا احنا بدنا نروح على كاستمايز، على نافذة الكاستمايز في ضمن الووردبريس، في عندنا شي اسمه منيوز، في منيو اللي بتحتوي على هوم شوب بلوج بيجز. اوكي، في عندي ايضا سايت انتيتي، في هيدر ايمج، في هوم بيج سيتنجز، طلع هوم بيج هيدر ايمج سايت ايدنتيتي، في المنيوز، فهنا بتشوف انه في عندي منيو هنا وفي عندي برضو منيو هنا، طبعا تلاحظ المنيو هاي والمنيو هاي ايضا مش معمولهم اساين للوكيشن، فانا بعمل المنيو هاي الموجودة عندي هنا تكون في هيدر نافيجيشن، تكون از هيدر نافيجيشن عشان اغير على المنيو الديفولت منيو الموجودة هنا، فبتلاحظ الان غيرت على الديفولت منيو، حطيت التي ام هيدر نافيجيشن، فبالتالي المنيو اللي فوق تغيرت زي ما انتم ملاحظين. بفتح الموقع اوبن، اوكي نسكر هاي، بس انتر، تمام. هلا احنا عملنا صفحة اذا بتتذكروا سميناها R2، هلا هاي الصفحة فيها اكثر من لغة، فلازم في المنيو فوق يكون عندي خيار اللغة، فنفتح الصفحة اللي اسمها R2 الان، ففي ضمن الخيارات في عندي هنا كبسة اسمها مور، ضمن المور في عندي العربية وفي العبرية، تروح العربية تكبس مور العربية، راح تفتح لك الصفحة بالعربية وتشوف اتجاه الموقع من اليمين نحو اليسار، تروح على مور نفس الشي، بتروح على العبرية تشوف انه ايضا اتجاه الموقع من اليمين نحو اليسار، اللغة صارت هنا HW، اي اللغة HW. فهيك انت عندك صفحة فيها اكثر من لغة، بتقدر تروح دائما على الصفحة الرئيسية اللي هي بالانجلش تشوف المحتوى الخاص فيها. تمام جدا، فانا الان بروح الصفحة الرئيسية اللي هي باللغة العربية او الانجليزية، في عندنا الشعار او اللوجو، طبعا دائما لازم يكون عندك شعار او لوجو عشان تقدر يعني تشتغل في المواقع الالكترونية بشكل عام، فنحن يعني بنصمم شعارات، عندنا عدة شعارات موجودة، انا بروح على احد الشعارات اللي او الشعار اللي احنا قمنا بتصميمه للزبون، نرفع على الموقع، ف بنروح على البروجيكتس، نروح على اللوجو، كيف هنا اللوجو
في أكثر من شعار. في هذا الشعار اليوزر قام باعتماده هذا الشعار، تمام. ففي بيجي اوف وايت، في بلاك، في أكثر من نمط، يعني واحد اثنين ثلاثة. تعال نختار واحد منهم، أنا مش شايف فرق يعني بين هاد وهاد. اختار هاد رقم ثلاثة عشان تختار الشعار وتعدل الشعار، وتروح على داشبورد. دائما بتروح على الداشبورد طبعا، وفي الداشبورد فينا خيار الثيم appearance، فينا ايش اسمه theme settings، في عنا لوجو image، بعمل change، بكبس على upload، وبعمل choose للوجو اللي بدي اياه. ف عنا خيار رقم واحد، اختار هيك بنكون عملنا فول سايز، انسرت انتو بوست، بعمل انسرت انتو بوست، هيك بكون بشيل طبعا اللوجو القديم، بختار من المكتبة اللي هو اللوجو اللي قمنا برفعه للتو، مش موجود، نقدر نرفعه كمان مرة لو جونر 2، بعمل سيف اول تشينجز اول، اختار ميديا لايبرري، وببحث فلتر اول ديتس عشان يعمل ريفرش للقائمة. هذا اذا ما رفعش في هذه المنطقة ممكن ببساطة تروح على نيو ميديا، او تروح على الميديا لايبرري عندك في الموقع، عندك ايش اسمه ميديا، تشوف اذا الشعار رفع ولا ما رفع. انا بنرفع اكثر من شعار، ارفع كل هذول ثلاث اربعة، ارفعهم كلهم، هاي الشعار اللي تم رفعه، بقدر انسخ الرابط وبعدين هنا اضيف اللوجو. تمام، واعمل save changes، وبعدين اروح اعمل زيارة للموقع، فالان تلاحظ انه تم تركيب اللوجو بنجاح على الموقع. طبعا انت تشتغل على الموقع بتلاحظ ان اللوجو ممكن يكون كبير شوي او صغير، فممكن تيجي دائما على كاستمايز، على قائمة خصائص كاستمايز، وتعدل حجم اللوجو. ايضا من ناحية الشكل دائما بتقدر تروح على ابيرنس، على سيتنجز، وايضا تعدل على اللوجو. فعندنا هنا السايت ايدنتيتي والاعدادات الاخرى، فيش عندي خيار تحكم باللوجو، فباجي هنا على هاي الصفحة بقدر اتحكم بحجم وحجم اللوجو خاص بي من ضمن النافذة الموجودة هنا. طبعا اذا ما فيش عندك خيار ممكن تروح على الهيدر، في هنا خصائص، ممكن اذا ما يكون خيار نهائي تضطر انك تعمل حاجة بسيطة في الكود انك تنفذ التغيير اللي بدك اياه. فممكن انه نيجي نفتح الصفحة اللي نحنا مشتغل عليها او الموقع اللي نحنا مشتغل عليه، وتكتب لك كود CSS بسيط بحيث انك تعدل على حجم اللوجو اذا اللوجو حسيته كبير شوي. ممكن نيجي هنا على الايمج، في هنا header image، نضيف او انسخ
سيلكتور، ضيف سيلكتور هنا، او ممكن اجيب الكلاس اللي اسمه دوت هيدر شحطة لوجو. احنا بدنا نحكي على الاي، نحكي على الايمج اللي جوا الاي، واجي اعطيها ويدث مثلا تساوي 150 بكسل. فبالتالي ممكن يكون ان الحجم كبير شوي، فبنصغره بحيث انه ما يأثر على التصميم العام للموقع. ممكن انه 150 بكسل حجم مناسب للوجو. فبنسخ هذا الكود الويدث وباجي بضيفه على الاديشنال سي اس اس، بضيف سي اس اس اضافي هنا بحيث انه اضبط حجم اللوجو انه ما يكون كبير كثير. بالاضافة للقوائم تقدر تشتغل عليها وتظبطها، تحط تكرس او تحدد الصفحات الخاصة بالموقع وشو الحاجات اللي انت بدك اياها من اعدادات الصفحة الرئيسية. بامكانك ترجم الصفحة الرئيسية اللي هي اهم صفحة عندنا في الموقع، نحطها في اكثر من لغة. طبعا احنا بنستخدم في داخل الاعدادات او بتروح على الايديت بيج، فينا شيء اسمه لايف اديتور، فينك ايش اسمه ايديت. احنا بنروح ايديت بيج، نفتحها في صفحة جديدة، فبتلاحظ ان احنا بنستخدم اديتور خاص بالموقع. ففي عندك هنا هوم، برودكت تاب، في عندك فيجوال، في عندك فيجوال اديتور، فيجوال اديتور، في عندنا في الصفحة الرئيسية في عندنا ايضا اللي هو اللايف اديتور. لما انت تيجي على فيجوال اديتور فوق، اول شيء تروح ايديت، طلع في عنا اديتور لهاي الصفحة، ومن خلالها انا بقدر اتحكم في محتويات الهوم تاب برودكت. يعني في عندي هنا هوم، في عندك تاب برودكت، تنزل شوي بعدين في عندك سيرفيسز، اوكي بتكبس عليها بروح افتح لك تاب اديتور فيجوال اديتور. انا طلعت الفيجوال اديتور بكبس عليه، ما بتيحليش خاصية اني اقدر اعدل بشكل فيجوال، فهو بعطيني اكواد خاصة ب الفيجوال اديتور، فبقدرش اعدل عليها بشكل فيجوالي. فشو الحل؟ الحل انك تروح على الاعدادات خاصة في الموقع عندك، في ضمن الاعدادات تروح على ابيرنس، في داخل ابيرنس في عندي ايش اسمه ثيم اديتور. هلا في ثيم اديتور بتلاحظ انه داخل الثيم نفسها اللي احنا بنشتغل فيها، اذا بتروح على اي ملف مثل ملف البيج كونتنت بيج، بتلاحظ انه في كود مستخدم في داخل البيج. هذا الكود بتلاحظ هو عبارة عن تمبلت ميتا، بستخدم تمبلت ميتا. احنا بنتعامل مع كونتنت، طبعا الكونتنت هو عبارة عن ملف بي اتش بي داخل الصفحة. يعني هلا الكود الخاص بالكونتنت بيتم عمله من خلال اكواد ووردبريس، وايضا استخدام اكواد خاصة بالدايمن ستور. فالاكواد اللي انت بتكتبها في داخل الصفحة، طلع احنا في ضمن البلجنز مش مستخدمين اي اضافة الى علاقة مثلا في الفيجوال كومبوزر او اللي هو محرر المرئي، ولكن في عنا اضافة ايش اسمه فيجوال اديتور. لما تروح على الفيجوال طلع فينا كود عم بينكتب هنا فيجوال اديتور، اوكي فيجوال اديتور. هلا ايش هو الفيجوال اديتور، كيف ممكن نتعامل فيه؟ في عندك هنا ايش اسمه اول ويدجتس، طبعا هاي ويدجتس هي عبارة عن ويدجت جاهزة انت ممكن تستخدمها وتضيفها عندك في المشروع اللي عندك. فهاي مثلا تيجي انت بتحكي عن بارالكس سيرفيسز، هاي مثلا هاي عبارة عن ويدجت، عشان تتحكم فيها بتكبس edit عليها، وعشان تعمل edit بتروح على الكود الخاص فيها هنا، في التكست في visual. طبعا احنا بنستخدم هنا تكست مكتوب هنا، في عندك اتريبيوتس للويدجت هاي،
في لاي اوت، في موبايل، في ديزاين. هلا تتذكروا احنا عملنا تفعيل لخاصية من الخواص في الووردبريس، جينا ضفنا اضافة اسمها كلاسيك اديتور. فبدنا نيجي نرجع على الموقع، نروح على البلاجينز ونروح نطفي الميزة هاي اللي هي خاصة ب الكلاسيك اديتور، نعملها تعطيل. فإذا بنبحث عن الإضافات كلاسيك اديتور، في عنا سيتنجز، إعدادات سيتنجز للكلاسيك اديتور، وضمن الإعدادات الخاصة بكلاسيك اديتور في عندك مزايا بتقدر تحدد إيش بدك تستخدم. فأنا بدي أخلي اليوزر يقدر يسويتش بتوين اديتور وأعمل سيف، يعني راح أخلي الكلاسيك اديتور شغال، ولكن أيضا بدي أسمح للمستخدم إنه يقدر يعمل سويتش للإديتور اللي هو فيجوال إديتور. فالآن إذا بنروح على الصفحة الرئيسية، على نفس الصفحة اللي كنا نشتغل فيها، نعملها لايف إديتور، هاي الصفحة. إذا بتفتح أي وجهة من ال إذا بتكبس على أي عنصر من عناصر الصفحة، في عندنا هنا فيجوال، في عندنا خاصية إنك تقدر تحول ما بين الفيجوال إديتور والجوتنبرج إديتور. فهاي كيف ممكن تفعلها؟ بتعمل ريفرش على هاي الصفحة نفسها، الصفحة اللي احنا فايتين فيها، الصفحة الرئيسية، تعمل فوق تطلع ريفرش الصفحة. وفي عندك في ضمن الاعدادات في شيء اسمه revert to editor. ال revert editor بروح على الستاندرد اديتور الخاص في الووردبريس. هلا هنا في عندك خاصية ثانية، مش revert to editor، الوضع التحليلي الاديتور بتاع الووردبريس بدناش نعملها revert to editor، بدنا نروح على الاديتور اللي هو خاص بالووردبريس، البلوك اديتور، جوتنبرج اديتور. فبتعمل هنا switch to block editor، الخيار الموجود عندك من النافذة على اليمين. هلا جوتنبرج editor هو ايضا محرر موجود في ضمن ال WordPress، من خلال ايضا بامكانك تتعامل مع الموقع. لما نعمل switch to block editor بتلاحظ انه مش راضي يعمل switch. ف الحل الامثل نروح على الانستول بلجنز ونعمل دي اكتيفيت للبلوك اديتور، لانه الاديتور الخاص بدايموند اللي بنستخدمه في هاي الثيم ما بدعم السويتشنج، فعشان هيك راح نروح على الكلاسيك اديتور نعمل له دي اكتيفيت. بعد ما عملنا دي اكتيفيت بروح على الصفحه الرئيسيه، بعمل ريلود، اوكي، في هاي الصفحة تلاحظ هاي هو الجوتنبرج اللي مستخدمه. تقدر تتحكم في الأبعاد، ضيف أمور جديدة، مثلا نضيف والله كاستم اتش تي ام ال، إذا أضيف كاستم اتش تي ام ال أحطه مثلا تحت، بعدين أجي عليها وأكتب كود اتش تي ام ال خاص فيه. مثلا ضيف header 1، ضيف اي شيء بدك اياه، تعمل سيف. طبعا هذا الكود ايضا بيكون مضيوف هنا، تقدر تشوف، تقدر تعمل go to the next، go to the last، تروح بين عنصر لعنصر، نفس العنصر بتقدر تروح على
تكبس عليه في ضمن الباك اند، تروح وضع الفيجوال تقدر تشوف الاكواد اللي بيتم عملها عندنا بهذا الشكل. وايضا بتقدر تستفيد انت من العناصر الموجوده وتتحكم فيها وتستفيد من العناصر نفسها، تعدل على الاكواد الموجوده خلال استخدام الثيم. فبشكل رئيسي احنا كنا بنعمل صفحه بالعربي تكون نفس المحتوى تقريبا، فعشان هيك ممكن نيجي نحذف المحتوى، نيجي نعمل دوبليكيت للعربي والعبري، ونقوم بالتعديل على يعني محتويات كل صفحة من الصفحات اللي موجودة عندنا، بحيث انه ندعم اكثر من لغة بنفس الوقت. فبتعمل انت دوبليكيت كل المحتوى اللي نحن مستخدمه داخل هاي الصفحة، بامكانك انك تستخدمه في داخل العربي والعبري. تقدر تروح هنا الصفحة الرئيسية، تروح النافذة اعلى اليمين، على يمين الشاشة في عندك هنا مور، تروح على العربي، ذا هنا كلمة our products، مختار عربي، طلع لي نفس المحتوى تقريبا، ولكن فيش عندي منتجات بالعربي، بس هاي كلمة our products ممكن نترجمها من خلال تحرير الصفحة. وتحويلها لكلمة مثلا منتجاتنا، مثلا نيجي هنا اللغة اللي احنا داخلين عليها هنا اللي هي اللغة العربية، ممكن نيجي هنا نكبس edit، وبدل كلمة our products ممكن نغيرها لكلمة منتجاتنا. طبعا داكش تشيل اكواس تخرب، يكون حذر شوي في التعامل. خربنا كلمة our، شيلها كلمة product نحطها بدلها من، عندي مشكلة في التحويل للغة. جاء هنا نعمل ابديت. طبعا احنا اعطاني رساله بحكي لي هل بدك تترجم هاي الصفحه بشكل اندبندنتلي، حكيت له نعم، ف هاي خيار يعني يفضل انك تستخدمه احيانا. فالان لما تفتح الصفحه باللغه العربيه تكبس انتر، طلع من الكبسه هنا صارت منتجاتنا. طبعا ليش ما فيش منتجات؟ لانه فيش منتجات بالعربي، كلهم بالانجليزي. يعني انت لما تروح على هوم او على المور، تروح على انجليش، تلاحظ المنتجات الموجودة عندي معظمها منتجات باللغة الانجليزية وليس باللغة العربية. فبدك تدخل على كل منتج وتحوله او تكتب له وصف باللغة العربية. يعني دخلنا مثلا على المنتج بدي اعمل منه نسخة بالعربي، بدخل عليه، او بضيف منتج جديد، او بعمل نفس المنتج بدخل عليه، بعمل edit product، بعرف شو معنى هاي. مثلا بقدر اروح على جوجل translate google.com، اختار اللغة مثلا F-U-G-A-T lore ring، بس شو ترجم لي F-U-G-A-T lore ring في يوجي اي شيء نترجمها بالعربي. يعني احنا ضفنا هاي المنتج وضيف للعربي على سبيل المثال، بعمل له duplicate، وخلينا نعمله بالعبري برضو. يعني معلش معنى فيو جايت لوريم رينج، ضفنا العربي، بضيف ايضا عبري، بشوف شو يعني ترجم في العبري، شو رينج، شو يعني، شو يعني اكتب لي هيك بالعربي، اكتب لي بالعبري مثلا هي برو مثلا، ترجم لي هذا الاسم، بعرفش انا شو معنى ترجم لي هذا الاسم. هلا بدخل انا على الاولى وعلى الثانية، بدخل على الاولى وعلى الثانية. الاولى اللي هي بالعربي بعمل edit independently، طبعا بعمل edit independently
وكل كوبي اول ذا فيدز فروم ذا اوريجينال بعمل سيف اند كلوز، نفس الشيء الثاني بعمل اديت اندبندنتلي كوبي اول ذا فيدز فروم ذا اوريجينال كوبي اند سيف اند كلوز. هلا شو الفكره في الموضوع؟ انه انا ضفت ترجمه حلو، فبعمل اي اندرستاند اديتنج وكمل، ونفس الشيء بعمل هنا بعطيني اي اندرستاند اديتنج وكمل. هلا شو الفكره في الموضوع؟ انه انا الان داخل على المنتج، المنتج الخاص بهاي الصفحه انجلش، هاي الصفحه انجلش، ف لما تروح على اول برودكتس اللي عندك بدك بدكش تدخل من هاي الصفحه، بدك تدخل من صفحه الصفحة الشاملة اللي بدخل على كل المنتجات منها. يعني أنا الآن في عندي منتج في العربي، في عندي منتج في الهيبرو، فلنفس المنتج فبدخل عليهم كل واحد لحالي يعني عشان أقدر أعدله لحالي. فمثلا هاي المنتج أنا أي صفحة دخلت هيبرو، فبدخل هنا إيديت بعدل الاسم للهيبرو، بس الربط من وين تم؟ من الصفحة الرئيسية هناك. ف لما بتدخل هنا هاي مثلا في الهيبرو بعمل ابديت language of this is Hebrew، بتدخل على الصفحة الثانية العربي language of this is English، ما بلزمنيش بدي العربي انا، هاي عربي هي مثلا فيوغاتي لوريم رينج مثلا، او خاتم فيوغاتي مثلا بدي اسمي انا من عندي خاتم اوبس ماشي، عملت اسم الخاتم لورم فيوغاتي، بعمل سيف. هلا السيف هاي عملت نسخة من المنتج بالانجليزي صار في العربي، بس تابع لمين؟ للانجليزي، يعني كل واحدة بتترجم لحال ولكن كلهم ترجمات لهذا الاشي الرئيسي. فالان لما تفتح هاي الصفحة البرودكت اللي اسمه فيوغاتي لورم، شو راح يعطيك؟ راح يعطيك انه اسم الخاتم هذا في اللغة العربية خاتم لوريم فيوغاتي، وهي الوصف تبعه نفس الانجليزي. يعني بدك تعدل الوصف تدخل بتغير الوصف من نفس الصفحة، تروح على المور في عندك انجلش، اذا بروح على الانجلش بشوف الوصف في اللغة الانجليزية تمام، شوف حتى اتجاه الصفحة كلب. اذا بدخل هنا على المور بدخل على الهيبرو راح يعطيني باللغة العبرية تمام. فالان اعطاني شايف فوق اسم الخاتم بالعبري، فهيك انت بتضمن انه موقعك يشتغل باكثر من لغه، الوصف اللي انت بتدخله يكون عربي انجليزي وعبري على سبيل المثال. نفس الوقت تقدر دائما تروح على الصفحه الرئيسيه تشوف المنتجات بالصفحه الرئيسيه. طبعا احنا ضفنا الان صار فينا منتج واحد بالعربي بالعبري، فلو بروح على الصفحه الرئيسيه الان راح اشوف انه في عندي منتج، انا في عندي منتجات بالانجليزي. اذا بروح على العربي احنا هذا قمنا بتعريبه المنتج، فاذا ما اروح الان على العربي بقدر اشوف انه في عندي على الاقل منتج واحد موجود هنا بقدر اشوفه مع التخفيض مع شيء مرتب. فهيك انت ممكن انك يعني كنبذة بسيطة كيف ممكن انك تتعامل مع المنتجات وتضيفهم باكثر من لغة. طبعا متوسط تعريب المواقع يعني حوالي اسبوع، تعريب الأصناف والمنتجات بدك تقريبا مش أقل من أسبوع تتعرب المنتجات الخاصة في موقعك، فعشان هيك بدك تتحلى بالصبر وتشتغل على الموضوع بروية. موقعك بدك تنظر له من هلا سنة لقدام، مش ولا بكرة ولا بعد بكرة بدي بلش أبيع، لا بدي أحاول أطلق الموقع يكون بصورة كاملة وشاملة. فهذا فيديو برعاية myweb.bs، أيضا برعاية أكبر دورة عربية لتعليم التسويق الرقمي اكتساح.com. تقدر تزورونا على موقع اكتساح.com، دبلومة اكتساح لتعليم التسويق عبر السوشيال ميديا والتجارة الإلكترونية، أكبر دورة عربية لتعليم التسويق التجارة الإلكترونية، دورة كاملة وشاملة نشرح لكم كيف تنجحوا من خلال التسويق على السوشيال ميديا وتحصل على تدفق زبائن مستمر. كيف احنا جبناكم وصلتوا زبائن عندنا مشاهدين عندنا هذا الفيديو؟ نفس الشيء احنا ممكن نتعلموا كيف انتم تجيبوا زبائنكم وصيروا عندكم كزبائن مستمرين. بنصحكم جدا بالتسجيل في دبلومة اكتساح تسويق رقمي اكتساح.com، حيث تتعلم التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية خلال 6 أسابيع فقط.
في عندنا عشرات قصص النجاح لطلاب آخرين مشتركين معنا في دبلومة اكتساح التسويق الرقمي، في خصم كبير جدا 77% بدل 1288 297 دولار فقط. فبتقدر تستغل هذه الفرصة وتسجل معنا في دبلومة اكتساح التسويق الرقمي. تواصل دائما معي على الواتساب، وإن شاء الله يعني تقوم هذه الدورة بمثابة تغيير كبير على حياتكم. هذه الدورة قمنا بتجربتها على عشرات مئات الطلاب، في طالب وعشرات الطلاب الآخرين حققوا زيادة في المبيعات بشكل كبير جدا، تجاوزت 100,000 ريال سعودي خلال 6 شهور من تطبيق المبادئ الأساسية التي نتعلمها في اكتساح.com. مرة أخرى بشكركم للمتابعة، لا تنسوا زيارتنا على اكتساح.com myweb.bs وموقع الشركة greenbackend.com. تحية لكم مرة أخرى.